السلام عليكم متابعين اسواق الماشيه في المغرب. كما كتشوفوا معنا هذه ضروبه طاليانيه قرب كما تشوفوا معنا هذه ضروبه طاليانيه بيمونتيز كتواجد في مدينه دروا قرب مديونه. ضروبه طاليانيه حسابيه كتواجد في مدينه دروا قرب مديونه. اللي كيهمو الامر يتصل بينا على الرقم 06 13 93 72 69. بالنسبة للثمن كنطلبوا فيها 12000 درهم قابلة للتفاوض. كنطلبوا فيها 12000 درهم قابلة للتفاوض. قرب شوية قرب. كما كتشوفوا معنا الإخوان كما قلنا سابقا هذه ضروبة طاليانية بيمونتيز كتواجد في مدينة دروة قرب مديونة. ضروبة طاليانية كسابية. اللي كيهمو الامر يتصل بينا على الرقم 06 13 93 72 69. وبالنسبة للثمن الاخوان كنطلبوا فيها 12000 درهم 1,040,000 ريال قابلة للتفاوض. وبالنسبة للسن تقريبا عندها شي 12 شهر عام. كما تشوفوا معنا الاخوان هذه ضروبه طاليانيه باقه كسابيه باقه مازالت في الزحم باقه صغيره في السن